أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في هذا الحديث أن نتقي الظلم، أن نحذر الظلم، أن نبتعد عن الظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة يوم القيامة. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم، فكيف أن العباد يظلمون بعضهم بعضا؟ إذن فجاء في رواية أخرى أن الله عز وجل قال: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن صور الظلم كذلك أكل أموال اليتامى. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال السدي: يحشر آكل مال اليتيم ظلما، ولهب النار يخرج من وجهه ومن فيه ومن عينيه كل من رآه فيعلم أنه آكل مال اليتيم. من أبشع الصور، من أبشع الصور. فسماه النبي كذلك المفلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إنسان يعني ما عنده حتى، يعني ما عنده لا سيارة ولا أي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. كيف أن الإنسان في الدنيا يجتهد في الصدقة، في الصيام، في الحج إلى غير ذلك، ويوم القيامة يعني يأتي يعني هباء منثورا، كل أعمال هاته التي عملها في الدنيا هباء منثورا. لماذا؟ شتم هذا، قال له كلام بديء لغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ولا يلقي لها بالا حتى يهوى بها في نار جهنم 70 خريفا. فالله عز وجل سأله يوم القيامة: لماذا لم تجعل مكانها تسبيحا؟ ضرب هذا، أكل مال هذا، يعني هذه الحسنات كلها تذهب إلى رصيد غيره. وكذلك من صور الظلم التي نسمعها ونراها في مجتمعنا هذا التي انتشرت بكثرة، وهي الظلم الحاصل في تقسيم التركة، وخاصة أكل مال المرأة أو البنت. فالله عز وجل هو الذي تولى تقسيم التركة بنفسه. إذن فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرشدنا إلى سبيل الصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.